ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل ليوم الجمعه 22 ابريل نيسان 2022. توقعات العشريه الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. النهارده عندك ديناميكيه كبيره جدا وبدنيه وذهنيه خاصه فيك. انت هتبقى مفعم بالحيويه والنشاط بشكل كبير. هتستخدم كل امكانياتك النهارده انك تعرف تاخد القرار السليم وتنفذ كل مخططاتك وتتقدم فيها بشكل كبير للامام النهارده في كل مشروعاتك الحياتيه. مش هيفيدك انك تبقى مكتفي بامجادك الماضيه بس والسلبيه، هيكون عندك قدره كبيره علشان تعرف تتعامل معاها بدقه كبيره وحكمه اكتر مع كل المواقف اللي ممكن تكون بتواجهها النهارده وبتتعرض ليها في يومك ده. حاول انك تبقى بتتأكد انك بتستغلها قدر الامكان في يومك ده. توقعات العشرية الثانية مواليد 1 ابريل ل10 ابريل. عملك النهاردة هيبقى كله مكلل بالنجاح. لو كنت انت حابب انك تنجح اكتر وفي انك تحقق حاجة تبقى ليها قيمة اكتر، الوقت هيبقى مناسب انك تعمل كده وتتحالف حتى مع كل الاشخاص اللي حواليك، لو كانوا اقرباء او اصدقاء او حتى زملاء في الشغل. ما تخليش الفرصة دي تفوتك في اليوم ده، لازم انك تنتفع منها انتفاع كلي وتستفاد منها وتبذل مجهود فيها علشان تعرف تستثمرها بشكل كويس. من المحتمل حتى انها تبقى بتنقلب عليك في شوية من الحاجات اللي هتحصل واللي هتكون انت ما حسمتهاش الا قبل كده، خاصة لما يبقى ما بتتواجدش اي فرصة سانحة قدامك في الفترة اللي جاية والظروف المبشرة هتبقى متاحة الان. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 ابريل ل19 ابريل. التعاون النهاردة فعال بشكل كبير جدا جدا، بيتبين ليك كل اشكال التعاون اللي فعالة لان اهدافك هتبقى بتتوافق وهتتزامن مع اهداف كل الاشخاص اللي حواليك. بنصحك النهاردة انك تغتنم فرصة كونك هتبقى مفعم بصحة وحيوية كبيرة جدا جدا، في خلو كبير لذهنك النهاردة وفي المرتبة الاولى هتنجز اعمالك الخاصة بالفريق بشكل كبير، والوقت مناسب انك تجري مشاركاتك الخاصة بطريقة تبقى متناغمة ومثمرة اكتر.